سيدة اللاعب فرانسيس وأيضا عبد الملك زاي الذي وضع الكرة، بينما هدف التعادل كان بواسطة اللاعب سيريديا الذي نتابعه، وبهذا فريق وفاق سطيف يحقق التعادل في الدار البيضاء بهدف مقابل هدف في انتظار مباراة العودة التي ستجري في سطيف يوم 24 من شهر نوفمبر المقبل ضمن منافسات نصف نهائي كأس شمال إفريقيا. إذن مشاهدينا الكرام، كان معكم محمد مقروف من الدار البيضاء من مركب محمد الخامس لنقل أطوار هذه المباراة لكل مشاهدي قنوات إر تي سبورت. أتمنى أنكم قد وفقتم في متابعة هذه المباراة الهامة بين وفاق سطيف وفريق الرجاء البيضاوي. إلى أن ألتقي بكم مشاهدينا الكرام، لكم تحياتي وتحيات المخرج الجقاق الذي نقل لكم بشكل جيد بالصورة كل ما يجري سواء على أرضية الميدان أو على مدرجات الملعب التي شهدت حضور جماهيري قرابة 50,000 متفرج. إلى